واللي يجينا نغثه يختفل في مقلبنا عمي ما لا والي. رمضان كريم على كل مشاهدينا ومتابعينا على شاشة قناة الديار الفضائية، أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج دقلاتو. ضيفنا اليوم لهذه الحلقة فنان مطرب صاحب حنجرة ذهبية، نجم من نجوم الساحة العراقية، الفنان لابس اسود يا العروسه، غني عن التعريف الفنان حسن هادي. حسوني انت صديقنا واحنا نعرفك، بس شنو هالعصبيه اللي عندك؟ اول مره نشوف حسن بهذا الموقف، خلونا نشوف حسن شنو سوى، تعالوا ويانا. تحيه طيبه لكم احبتي المشاهدين وحلقه جديده من برنامج. بصراحه ضيف هذه الحلقه الفنان المتالق والنجم حسن هادي، حياك الله حسن. حبيبي حياك الله، رافقكم تقديم هذه الحلقه امان على راسي والله. اهلا وسهلا بكم، اهلا وسهلا قناه الديار وبرنامجكم الكريم. حبيبي انت الغالي، مسيت العافيه على مشاهدينا ومتابعينا، ومسي عليك حسن هادي ضيفنا العزيز، او مسي عليك حرس الله. انا مسي عليك، وهذا كانك شور ما سمت مالك. ليش هاي مالتي هاي مالتي هاي مالتي حسن انا قلت لك بيها مالتي قاعدين انا اختراعي شو مخترع الاله مال سبيناغ سال سبيناغ انا سبيناغ بس هاي مالتي طقيتها. شلونك حسون حبيبي؟ حسون ايش اخبارك؟ روح طقيت. شلونك حسون؟ والله الحمد لله. شو احسك محتار؟ كلش جلدت يا جلدت. شلونك حسن؟ والله الحمد لله، والله مشتاق لك. انا الاشوق حبيبي، وسعيد اليوم شوفتك. انا الاسعد، صار يعني عمر ما شافك. اي والله. اي والله. شكو ماكو، عويلك شلونهم؟ والله بخير. اي حسن ليش تتزوج هواي؟ هاي بعد امر الله. زير ما نسى امر الله. اي والله. شنو موت هو امر الله؟ لا هو مكتوب مكتوب علينا ان شاء الله يا رب نتمنى السعاده الابديه. حبيبي حبيبي الغالي. تحبين نفس السؤال رسلان تقريبا، بس مو ليش تزوج هواي، بس انه سمعنا وقالت لنا العصفوره انه انت قبل زواجك هذا الاخير من ام نتالي، قدم لها تحيه ونتالي عشتوها قصه حب ما موجوده ما صايره. اي والله على السناب شات. اي بالله الكريم بدعت الصدف اي والله على السناب شات صار لا تقبل هالخضره شويه غير من الحسد صدق تحكي شابوره رضا شو ادريني غير انا مزح فيك اي والله صار تواصلنا على السناب شات وصارت الحمد لله بقينا شهرين وصارت القسمه شهرين. يعني شلون حبيتوا بعض من اول فكره من اول شيء؟ لا من اول شو اسمه من اول مشز مو مسج مشز حسن اتمنى لك السعاده. انت مبدع قلبك. حسن يجي الفنك انت فنان ومبدع، حسن شنو سبب هذا الاختفاء عن قروب الرماس عن قروب الحنين؟ حسن وين هسه حاليا؟ بصراحه تراجعت انا من 2014 لانه صار يعني توفى والدي ذكر الله يرحمه، وانا شوي انسحبت شلون اعتكفت. ومن الفاتحه ما شايفك. اي والله من الفاتحه. صدق من الفاتحه. اي بالله جيران مصطفى طويل تحياتنا لمصطفى وحماد. اي والله على راسي تحياتنا لهم. فيعني بعدين فسخت عقدي من احدى القنوات. إيه؟ ما احب اكون فضولي بخلافات وياهم. ايوه ما اكون فضولي همينه فسحبت نفسي انا شوي عد عزت نفس في دول قلبك حبيبي. وين ما تروح على قولت هن يقول لي هذا الديك وين ما ذبيعه يعني مو انت ديك وانا عوعي وين ما كان لا تخاف علي. هسه شنو نسمع؟ انا ريالي انا ريالي انا ريالي وزورائي وكفو انا ريالي وزورائي. اي والله اقوم اطلع اني انت شنو برشلوني ايش علي بالطوبه؟ حسن قوم اطلع. حسن ايش وقت ترجع لنا العروسه؟ حبيبي الماي مفارقني راح ادور حب جديد والله ان شاء الله. باي بصراحه انا عندي هسه اعمال كاملات بقى بس الاغاني عندي اغنيه كلش احبها وصار سنتين وموقفها تخيلي من الحان الغالي صديق وحبيبي صلاح خليل وكلمات رائد الاديب وتوزيع صلاح خليل فسويت شيء كلش حلو ومن مقام البياض طبعا. وان شاء الله يعني هالفتره هاي راح ان شاء الله انزلها. شو اسمها حسه؟ كيفك انت بالطول تريدها حصريا؟ حصريا هي نفسها وكفو تقول كلش حصلت هسه من قلت لي ابتعد وانسى قلب وياك صافي وانت رايد الونسة إليك اشتاك وصبر روحي بالقوة اضحك ويا الناس اجامل والحزن جوه
انت رايد بس لعب، انت كل عمرك كذب، انت ما تعرف توافي، انت ما تعرف تحب، انت رايد بس لعب، انت كل عمرك كذب، انت ما تعرف توافي، انت ما تعرف تحب، الك اشتاق. ان شاء الله راح نقدمها للجمهور، ان شاء الله صورت وكاملة. صورت وكاملة ان شاء الله نقدمها بالفتره الجايه ان شاء الله. والقلبك حبيبي التوفيق حسوني، ربي يساعدك ان شاء الله. احنا نتمنى ترجع للساحه وبقوه ان شاء الله. انت صوت جميل وما غاب عن الساحه، مستمر لان اساسه قوي حسن. قول قلبك بس يعني اساسه قوي باي عمل يرجع. انا نيابه لا تخاف علي، يعني لا تخاف علي، اساسه قوي باي عمل يرجع. بس احكي لي اكو واحد مثلا يشوفه وصل للقمه ووصل اغاني مثلا 10 اغاني، ثمان اغاني كلهم فول وفول، بس هو وراها بس يتغير المود مال هاي الاغاني تطيع عليه النبضه. صح لو كذي؟ اذا طاحت النبضه بالضبط، طاحت النبضه شي قام بعد ما حد يعيش الحره وكبشه ما يقوم. يبو يقول صح يبو مو صحيح؟ طبعا نتمنى التوفيق بكل الاصوات، احنا ندعم الاصوات المهمه حسن مو لان صديقي. اكيد لا طبعا، لا لا طبعا حقيقه، بس انت صوت مهم ومبدع واحب بصوتك ويغيري. اوف الله ويغيري تخلص الليل وانا ببابك امتاني، من هالساعة انا وياك ما حد يعرف الثاني. واي واي غيري تخلص الليل وانا ببابك امتاني، من هالساعة انا وياك ما حد يعرف الثاني. ما مجبور احب ملقاك، اخلص عمري ليش وياك، اقدر اني هم انساك مو بس انت تنساني. وي غير تخلص الليل على هاي الخيانة البيك، كل الناس لاموني قل شلون لك يا زين. وكفو تقول قلبك حبيبي حبيبي حسون، عاش صوتك. تقول قلبك عاش صوتك حسين، يعني ما ادري ايش احساس 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 ابتشطين 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 ابتشي رمل. احبت المشاهدين فاصل وراجعين لكم. ابتشي بسامير، ابتشي صدف، ابتشي سبع عيون سوينا سناب. لا يلا يلا خصوا سناب شابوري، خصوا سناب يلا شوف امسح امسح ما بنعد. وكفو سلم لعلي هقلها خابرك على الرقم والاشياء. شلون احنا بتوم كروز يوم واحدة جابت له رقم؟ ما يتحمل ما يقدر لا يستطيع. يلا سوينا سناب. هذا صور في واحدة ها؟ أمانة حتى تليفونك؟ حتى تليفونك ما بيشي، حتى تليفون تعبان. مش عجب عاد الذبايح تجيب عاد. ها ليش هذا الفلتر يخلوه؟ ها؟ ليش الفلتر هذا؟ وجوه عسم فراش وهذا؟ وجوه عسم مخرب بيت بالضيم. ايش عندها هاي؟ يا هي من رقم حسين حسين يعني اوكي معجبه ستان فنان. عندك معجبين بس جايتك وحده عندها بورش، وحده عندها لكزيز رقم واحد، وحده ما ادري شنو. لا تجيني وحده، تجيني وحده، لا تجيني وحده بلادي تجيك وحده 20 بصره دراسه ولا وحده شركه تطورت 3000 مدري شنو شايل بهاب. اي والله بس ابو علي تخزر هنا تشي يحب النسوان، نحب الخزر يخزرها شكرا سلان. تغار بدون ما تغزر شو وقت غزرتها؟ غزرتها 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 قبل غزرت رقم يد قارصون شفته؟ يا عم تستاهل جمهور. تستاهل حسن احنا مو نصور هنا يوم ويا هيك شيء ارقام بالعافيه هيك ارقام بخت لاشي بالعافيه بخت لاشي هسه تكون احد خابر نسوي قرعه واسحب غير اول ما ارجع جنبه زي يوم ويا وحده جت وحده. لا 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 اسمع اسمع حسن باللي قاعد بالبيت دخلنا مكالمه جماعه انا حسن. والمره شلون؟ يا مره المره طيب بعد الامور طيبه ضيعت النبضه وقعدنا النبضه. اقول لك بقالت البارحه مو البارحه جت واحده من هيك منقبات كل شيء يبوا امهات المولات تحكي كل شيء كذي كذي يبوا كذي يبوا كذي كذي. قلت لها انا اهلي معذبيني متعبيني قاعدين بالايجار قرار وقرار هالفقر. نرجع يلا حبيت المشاهدين رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير ويا ضيفنا المتالق والمبدع حسن هادي حبيبي حسونا حبيبي عيني. شنو نحكي قبل الفاصل؟ شنو نحكي عاد كذي؟ ها عاد كذي عاد كذي يبا جبناها عاد كذي جبناها عاد كذي مو كذي سياح البيت طيب شهيره شهرك الساعه 5 الصبح يا جيبوا تشرب بيه هي هسه ليش مدعوف يا اخي هو
ما اقول لك مرقضه الدنيا كلها. منو؟ اي كلها مرقضتها اهل ال شو يسوي اهل الغرب وعمي الطقو جيم كلها دروب نقى فواز. حسن غني نسمع شيء زين. غني لي انت. ها؟ اي صح خلنا نسوي صار هواي ما سامعك. اغني لك ما يخص البرنامج. لا 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 لا, لا ديو هي كان لك مشاركه اسطنبول اغني مشاركه مشاركه كيفك. عفان شلون 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 وقف تصوير اللي مو تصوير شنو توقف تحت. السلام عليكم. عليكم السلام. شنو استغفر شنو استغفر يا حبوب حسن حسن قال لك بس طلع بس دقيق دقيقه شنو شنو رسنا شنو بس وقف 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 متى زمت زمت حبوب شنو شنو هاي شنو هاي بس ايدك كذا بس وقف. حسن حسن انا تفهمون انا تفهمونهم حسن ولا ادوخ روحك فيهم وقف بس وقف ما قاعد اوقف 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 بس اوقف حسن اوقف 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 خلينا نمشي السالفه. شنو شنو عزيزي وين المخدرات ويا مخدرات ايش بيك بابا شو وربك ثاني تيب بس بس اوقف اوقف حسن حسن تفهمون ياهم مالت من. ها؟ هاي مالت من؟ هو لقيتوها. شنو مالت؟ انتوا لقيتوها. هاي مالت من؟ ممكن تهدى؟ اذا مالته. ممكن تهدى؟ وش تريد هسه؟ حسن حسن حسن. لا تنقل لا تنقل ولا ابد. وقف 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 رسلان. وقف يا معود. حسين حسن قلهم. شفت شنو يطب علينا طبعا؟ شنو زلمة؟ هذا زلمه وناصر هذا كلينس لا تزلم هذا كلينس من اسوي ببي اجيب زي الشابي شايل مشالك لا تمد ايدك اخي شايل مخدرات لحظه لحظه انت شنو تحكي يا ضيفنا بس دقيقه خلنا نفتي الضيف ما تحكي يا رجاء خطارنا تفضلوا هسه شنو تريدون حبيبي هاي اللي بيدك كانت مخدرات او شنو شو يعني هسه يعني مخدرات مالتك هاي اي ماتي يلا ماتي شو تريد اي ماتي لا تلزم لا تلزم لا تلزم لا تلزم ايدي لا تلزم ايدي واخر ايدك ما تفضل واحد وهذا وجه وجه اصفر كان يلا يلا خلص خلص يلا شو بعدين شو تسوي سوي ما تخلص واخر ايدك كانك هذه الزوره ابو خريد يلا دي بعد بالسياره على فرد لحظه واخر كلبسه شنو كلبسه شنو كيفك واخر يلا يساعدني اخريدك اخي اخر منا تعال رسلان يسار تعال يسار بس اقف اقف شنو الهيت شنو الهيت نزل ايدك نزل ايدك حسن حسن خليني افتح حسن حسن غرب ايدك اخي دق لك شو تفضل يا امشي ما تفضل واحد تفضل يا قلت اخريدك قلت لك تفضل يا امشي شنو هذا بس بعيد بعيد لا تفضل بابا ولا ضيفنا شنو ايش تسوون اخريدك زينه صفر راحت براسك عفوا فنان عيب فنان عيب استحي انت ما تستحي راحت براسك اخر يلا اخر يلا صوندات على نفسك يلا يلا دوله عفوا لا تلزم ايدي شو قدام يلا ضربه كلب شات ضربه كلب شات في ورا ايده اخر اضرب لك كلب شات كيفك اخر يلا يلا كافي تعال حسن طلع الامر مالك
متلبس متلبس اعطيني الامر اخي متلبس اعطيني الامر نسمع سبق الحسن هذه كان يارب مقلة دخله حسن حسن شانك بظهر واشوفك طابقين تطابق واحد خرب البيت ودافع لك وجيراني وصدقك لك تعبت وين صار بهذلتوني قلت لك انا شو صدقي تردك تلوم من صدق استغفر الله حتى نسيت وعسل يسواه ماي ماي نجيب لك ماي انا تايب ما اطلع الله يا حسون الله يا فخر العرب انت خابره يجيبي بس انا خابره يقدر مقلب الله يا فخر العرب يا فخر العرب صديقي ما طيت فيه نبوه طبيعي شفت ايش سويت؟ دجروني ما شقت ايدي شقت ايدي بابا ما عندك انت شيل طابوق وصدقت وجهدت هيا مو يشيلها وانا اخذها من ايدي لا تفشخ لنا واحد صدق لا صدقت لك ليش هيك ليش؟ حسوني تعيش وتاكل غيرها بسيط انا علمت فدوه فدوه انا اشبع كتل وشبع ليش رسلان ليش؟ ليش هيك؟ ناس تستحق يا حسن تتونس برمضان ضايجين وقاعدين يفطرون ونسوا شويه يضحكون علينا احنا حسن البارحه واحده من الحلقات انشل شو اسمه؟ هذيك الساعه راحت برجليها هاي منافسه؟ لا غير ذي السوداء وقوق عمي سوداء وهاي غرها داية تجي شنو بحرام لا وحدة دازت لرقم ولا شايف وحدة مكذي ولا كذي وين أمها كذي عمي من خلالكم أنا شفتهم هم سبع عيون راح هم سبع عيون راح سبع عيوني هاي نرجع حسن بس راح هم سبع عيون راح أنت توزع جنك توزع مني نختي ما أخذها منك حسون نورتنا ذول قلبك اعذرنا بس انت ما طبيعي تعارك على مودي انا طبيعي غير تروحي بدي اروح لك انا اصعد مكانك بدي اروح لك ذول قلبك حبيبي حسن شنو نسمع؟ ايش نسمع؟ وقف طيب مجال طيب مجال خلي تنفس حسن عرفت شنو فكره البرنامج؟ انه احنا بدنا نسلط الضوء على هاي الظاهره صح السلبيه مال المخدرات اللي مع العلم انتشرت هواي بالعراق هو انتشرت هواي حتى بالوسط الفني صح يا ريت يعني اللي يسوون هاي الشغلات ويعني يا ريت يمتنعون عن هاي الامور لانه اذيه نفسه صح بعدين لو هاي الناس يعني هي يعني مصالحها تهمنا فاحنا نحبهم فيا ريت يعني يا ريت يمتنعون عن هاي الامور لانه يعني واحد ذاب نفسه بالنار صح فهي مشكله موت بطيء تجاهد البنزين على روحك وتحركها مشكله اتمنى من رب العالمين انه انت تشرب مخدرات اي والله اتمنى من رب العالمين انه يعني يمتنعون عن هاي الامور لانه شويه اذيه نفس مو بس اذيه نفس اذيه اهل اذيه هو اكيد هو اذى نفسه يعني اذى اهله صح لان بالتالي هو راح يعني اهله اللي هم متاذين على عموده يعني طبعا طبعا اكيد فيا ريت يعني تصير رقابه اكثر والناس تهتم صحتها شكرا على هاي النصيحه اللي قدمتها وكلش تونسنا وياك بالحلقه اي والله والله انا مشغله بالقران حلقه جدا هيك حلوه خفيفه وراقية تونسنا بيها والختام يم رسلان الختام يغني لا شغل غنى غنى وكبسونا الشرطه يا معود بس انا لا طبون عين صدق لا سوى صدق تراني مو وياكم اذا طبوا صدق غير امانه انت لو تدرين من يجي القعقاع هم ما طيت انا فرحنا على جيش هسه عارك على مود احنا فقره عمي او على صديق اي والله احنا فقره شو تمرون ما عندنا بالعشيره صفاره ماكو او على ماكو ابد اي يلا نسمع حبيب الماي فارقني يلا ان شاء الله ما يفارقك دوم حبيب الماي فارقني وعليا كان متعلم عليا كان متعلم بس شويه الله انطاق قام يفوت ما يسلم قام يفوت ما يسلم آخر مرة هالنوبة توبة ما أحب توبة لأن تعب بسهولة يضيع قلبي ما يلاحظه أخذ كل شيء ونكر تعبي عذبني وجرح قلبي إن شاء الله في دول قلبك في دول عينك ملتم في دول قلبك حبيبي ملتئم ملتئم ملتم تدري ليش أقول ملتم حتى يفتهمها
منو؟ صغير وكبير. ملتئم جرحك ملتئم الله. إن شاء الله يلتئم ويلتئم جرحك أمانة أيضا. حبيبي حبيبي يسلمك. يحفظك يا الله. أحبة المشاهدين نلتقيكم غدا في نفس الزمان والمكان، انتظرونا فهناك ما يستحق الانتظار. مع السلامة.